بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الفنان الشعبي عبد اللطيف بن ناني التازي من مواليد مدينة تازة 1959، أب لثلاثة ديال الأبناء، إطار بنكي ومدير مؤسسة سابقا بنكية، متقاعد، كاتب ملحن ومغني جمعوي، ناقد فني ومسير رياضي. ما خليش راسي في الظل. ربما كاين تقصير، كاين حجر، ربما العالم كله الحمد لله أنا للاسف ان الحجر الصحي اللي عاشوه المغاربه، فانا عشت في حجر تلفازي مده سنين، وانا محجور تلفازيا اذاعيا كندوز، ما كاينش في الظل، عندي الجديد في كل ساعه. يعني الدليل هو انني ربما اكثر الفنانين المغاربه اللي خرجوا على 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 كورونا، اغاني على كورونا. خرجت انا في عارك، بقى في دارك، يعني انا في عارك بقى في دارك، تحمي ناسك تحمي بلادك، ولا تخرج للضروره فكر في نفسك، فكر في الخطوره، ولا خرجتي عمل الكمامه نوصيك راعي شروط السلامة، اللي كانت دارت إقبال، اللي خدات إقبال كبير، وكذلك شوارع خاوية مدة شهر أفضل من ديور خالية على طول الدوام، حتى هي خدات واحد يعني الاهتمام ديال الشعب المغربي كثير. يعني أغاني اللي كانت، إذا كنت حي في كل وقت. المشكل هو أن الإعلام المرئي، اما الاذاعي الحمد لله انا بامتياز، يعني لا توندونس انا ماشي فيها. ان لما كتشوف مثلا اغنيتي ديال انا في عارك بقى في دارك، فهي من لا توندونس، كلشي شافها بانها يعني من الاغاني اللي هي ديال اليوميه ديال الوقتيه. يعني فانا معروف بالاغنيه الشعبيه النظيفه، فانا من الناس اللي كيحاربوا الاغنيه اللي ماشي هادفه، لان الاغنيه اللي ماشي نظيفه، الاغنيه اللي ما كتشرفش بالمغاربه هي يعني واحد اللي عنده مثلا حسب موقع ويكيبيديا في 2008، فعندي 156 أغنية شعبية يعني وشرقية خليجية راي غيوان كل شيء. في 2011 من خلال سهرة نغمواتي في التلفزة المغربية، في 2011 كانت عندي 254 أغنية. في هذا الوقت الظرفيه اللي حنا كنعيشوا الان، فانا وصلت اكثر من 300 قريب او تقريبا 350 اغنيه من كل نمط. يعني عندي رقم قياسي في الاغاني ديال الحفلات، الاغاني ديال العراسات، يعني سته ديال الاغاني ديال العروسه، وحده ديال النفيسه، وحده ديال المختون، وكنت هذه السنه غادي نخرج اغنيه جديده ديال فاتحه. يعني غادي نزيد نغني الرصيد المغربي والتراث المغربي، يعني وكذلك عندي في الراي، في الشعبي، في جميع الانماط، في جميع الانماط كاين. وعندي رقم قياسي في الاغاني ديال الرياضه، يعني غنيت المنتخب المغربي خمسه ديال الاغاني، الوداد جوج ديال الاغاني، الرجاء جوج ديال الاغاني، الماس الواف، الجمعيه الرياضيه التازيه كفريق الام ديال بلادي وديال ديالي اللي عشت فيه، يعني تصوب كلهم. والدليل هو ان مؤخرا في 2017 و2018 2019 بين سبورت وزيت عبد اللطيف بناني عشرات المرات باغنيه الوداد وداد ودادي، ومقبل منها في 2013 ولا اللي فاتت المغرب الفاسي بكاس الاتحاد الافريقي، خرجت اغنيه عبد اللطيف بناني دوزتها للباين سبور ديال اللي ما تبومبا ماشي مصاوي. فلما كيكون عبد اللطيف بناني وصل للمستوى ديال ان المغرب كله كيغني اللي ما تبومبا ماشي على طريقه الجمهور ديال كل فريق، خارجه من اللي ما تبومبا ماشي مصاوي، وصلت للمغرب كله. ملي تقول وداد وداد ودادي كتسمعها العالم العربي والاسلامي وافريقيا كامله، وربما حتى اوروبا كتسمعها. التلفازات المغربيه ما كيدوزوش عبد اللطيف بناني، فهذا حجر اللي كنتمنى من الله كما ربي رفع علينا الحجر، واللي كنتمنى ومن خلال هذه الكلمات هذا كنتمنى ان المغاربه، انا بحزن غادي نقولها، بحزن ويعني بواحد القرحه على اننا رحنا مازال متهورين، رحنا مازال ما بغيناش ناخذوا العبره، ورحنا مازال مستهنين بكورونا كوفيد 19، فرحنا خاطئين، وكنخاف على اننا غادي نندموا كثير الى ما
التزمناش بشروط السلامه، الى ما حضيناش نفسنا راكم كتشوفوا الارقام المهوله اللي ولات كتطلع الان. فانا كندعو كل مغربي مني وجبد من ولادي وجبد كنخرجوا للضروره وكنتعاملوا بشروط السلامه. انا كنقولها فربما كناخذ من الوقت ديال تعريف عبد اللطيف بناني، كناخذ وقت منه كنضيعوا في هذه الحلقه من اجل النصيحه. فاحنا في خطر، انا ارجوكم ايها المغاربه، انا ارجوكم ارجوكم ثم ارجوكم راجعوا نفسكم، رحنا في خطر. عرفوا كيف تتعاملوا مع نهايه الحجر الصحي. حاولوا تفكروا في صحه ولادكم وديال نفسكم اكثر ما تفكروا في الترفيه. راه الترفيه يمكننا نوصلوا في السنوات ان شاء الله الجايه الان صوبوا. فهذا اللي نقول. فلا توندونس انا كنظن اي واحد فينا قادر يكتب كلمات ويلحن في لا توندونس. اللي كيكتب اللي كيقدر يهز 200 كيلو راه ماشي واعر عليه باش يهز السله ديال 10 كيلو. فانا كنشوف انا كنعطيكم مثلا لما تاخذ اغنيه عبد اللطيف بناني، وسمحوا لي ما غنقولش اسماء اخرين ديال المغنيين اخرين، لان الا قلت واحد ونسيت واحد غادي نكون تسببت في ضرر لعلاقتي مع الفنانين. انا غناخذ كمثال عبد اللطيف بناني. لما كتجبد اغنيه عبد اللطيف بناني لالا وتن 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 لالا وتن كيف تن، فهذه من 1990 30 سنه الى يومنا هذا وهي مازال حيه. علاش؟ حيت كاين تراث، كاين اغنيه عندها وزن. اعطيوني الله يخليكم اغنيه من 2015 ل 2014 مازال كيتغنى بها شي شاب اللي كيقول لي لا توندونس. هذا اللي كيقول انا جو سوي با كونتر لا توندونس، انا مع لا توندونس. انا كاتب دابا الان واش بغيتو نقول لكم انا اغاني ديالي ديال لا توندونس؟ عندي حتى انا الا بغيتي نقول لك فازي، عندي فازي، عندي اغنيه ديال فازي. ولكني واش كتظنوا انني انا لما غندير لكم اغنيه فازي او لا لا ليستومبي ولا خليني فرحتي ولا، راه عندي ما نقول لكم. وانما واش حنا غنخليو لولادنا واللي جايين والاحفاد ديالنا غنخليو لهم تراث كما خلاو لنا الاسلاف ديالنا؟ راهم الاسلاف ديالنا راهم الاحفاد ديالنا راه ما غيفتخروش بهذا. حرام ان عصر تنمية مع سيدنا الله ينصرو سيدنا محمد السادس اللي عشنا تنمية وعشنا الرخاء وعشنا واحد المرحلة اللي ديال الازدهار في المغرب ما تكونش عندنا تراث في المغرب. حرام حرام اننا مازال كنعيشوا على المخلفات ديال يعني صراحة التراث المغربي ديال الخمسينات. مازال الناس كتغني الزين اللي عطاك الله والعطار يا العطار والغرام منعو صعيب. فاخر اغنيه شعبيه نظيفه اللي غنقول انا بكل افتخار واعتزاز من 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 هذا الدومين من هذا الميدان اللي عندها قيمتها على قيمه الغرام منعو صعيب وهذه الاغاني الاخرين، هي اغنيه مولاد الكسوه البيضاء عبد اللطيف بناني. انا كنتحدى شي واحد يعطيني شي اغنيه في هذاك في هذا لو دومين هذا جات من 2003 الى يومنا هذا من اخر اغنيه عبد اللطيف بناني في 2003 واش كاين شي اغنيه؟ ولكني شكون هو السبب؟ غادي تطرحي لي السبب وغنخليه لك انت باش تطرحي لي، انني عارف غادي يكون في يعني في البروغرام ديالك انكم غادي تعطيوني السؤال ما هو السبب. نخليك تكملي الهضره ونجيكم. كنت كنتظرو وخليته لك. فالاسباب سهله. الاسباب ملي كيكون الوصي عليك ناعس، انا كنظن انت كشاب او كيصاب اي انسان عاد باغي يبدع ولا باغي يعيش ولا باغي يتاقلم ولا باغي يتربى ولا، الا كان الوصي ديالو ناعس دائما ناعس او هاملو فما غيترباش مزيان. فالاغنيه الشعبيه النهار اللي كانت الناس عاطيها قيمتها راه كانت مزدهره. أغنية الشعبية الآن الوصي عليها هاملها. أعطيوني كاين مهرجان ديال الأغنية الشعبية النظيفة؟ أعطيوني شي مهرجان. المهرجانات كاملين كيجيبوا أصحاب البلد ديال النشاط والزداح والرداح والسلام. علاش؟ لأن القنوات التلفزية اللي هي اللي كتبين الإنسان، أنا أعتز بالقنوات الإلكترونية والإذاعات كاملين، أنا أعتز بهم ما اعتزاز. لأن علاش؟ عمر ما داز الأسبوع بدون ما تدوز اغنيه من اغاني عبد اللطيف بناني في القنوات. وماشي ولما كنقول عبد اللطيف بناني كنقول ما يشابه الدومين اللي كيعيش فيه عبد اللطيف بناني كمغني. ف اما التلفزيات الان كتشوفوا شنو هو اللي كيدوز ما هما نوعيه الاغاني والسهرات اللي كتدوز في التلفازات. اذا كاين واحد الناس اللي عندهم نهج يعني منهجيه
على انهم خاصهم يمشيوا لواحد الحاجه اللي كتربحهم هما ما كتربحش الوطن، كتربحهم هما. ولما كنقول نربحهم هما كنقول لكم انا بانهم ناس مسؤولين اللي بغاو يكونوا موف والله اعلم. طق 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 هذاك الشكل، لانهم علاش كيدوروا على الربح ديالهم هما ما كيربحوش مجتمع وتاريخ وتراث اللي غدا نفتخروا به. فهما كيجيبوا حاجات اللي بغاو باثمنه اللي بغاو بطرق اللي بغاو هما وهاملين الميدان. الدليل اكثر من هذا هو ان نقول لكم الان فكل الهياكل الحمد لله، كل الميادين الحمد لله في هذه كورونا كانت الحمد لله رعايه ملكيه بالحكومه الادارات، يعني كنا حاولنا نسيطروا على الاخر. الموسيقيين هما الوحيدين اللي بقاو، كاين البعض منهم تشرد، كاين بعض منهم اللي باع آلته، كاين اللي ما رضاش يسعى وراه كيبكي في دارو. كاين الموسيقيين شكون فكر حتى فيهم؟ عطيونا شكون اللي فكرنا في الموسيقيين؟ الناس اللي كتمشي الاعراس كاملين، لما كنقول الموسيقيين كنقول يعني ممولي الحفلات، المقافات، التريتورات، الاستيتيسيان، كاع اللي ما يؤثث ما يؤثث الاعراس اللي ملي كتكونوا في ايام النشاط والازدحام والفرحه ديالكم كتلقى عندك كلهم هاد الناس كيعاونوك على باش يطلعوا لك العرس ديالك احسن ما تتمنى. والان الفنان كيعاني، الموسيقي كيعاني، هاد الرؤساء قاعد الفرق الحمد لله. كنهني مدينه فاس، كنهنيها بتاسيس ديال جمعيه رؤساء الاجواق بمدينه فاس، وكنهني السيد الرئيس اللي طلع سي صفيره سي علي صفيره على هاد الثقه اللي داروها فيه الاخوان والاخوان ديال المكتب كامل. وكان لي الشرف انني عضو في المكتب المسير ديال هاد الجمعيه. فهنيئا لمدينه فاس، ولكني ماذا خاصنا شنو نعطيو لهاد الفنانه ديال فاس؟ كنتمناو شنو خصنا نوصلوا لهاد الفنانه اللي راهم كيعانيو، ما حد الاعراس ما بداتش وهاد الدراري راهم كيعانيو، راهم هاد الاخوان كيعانيو، راهم كاين اللي كيعاني في صمته، كاين اللي باع حويجاته، كاين اللي مسكين ولا كيمشي ساعه. انا سمعت شي واحد عطى شاكات، لان راكم تعرفوا بان ملي كيقربوا ملي كيف في الشتوى ملي كيبدا اي تريتور او جوق او لا نقافه او لا الا وكيولي يجدد الاثاث ديالو، كيجدد الماتيريال ديالو كيجدو، فهو كيدير واحد الانفستيسمون كيمشي يشري وكيعطي شاكات على اساس انه في الصيف راه غادي يرد ان شاء الله وغادي يعوض. راه تصدموا، راه كاين بعض الناس اللي ربما ما راعاتش وصفطت الشاكات ديالهم، وراني سمعنا بان شي تريتور ولا وصل المحكمه على انه ما عندوش باش يخلص ذاك الشاك، لاننا ما خدمناش، جلسنا من مارس ما شفنا الضو. اذا كيفاش بغيتي نحل لك عيني انا وانا ما شايفش الضو؟ اذا حنا كنا ما يمكنناش نخلصوا شاكات، اذا كتعاون. اذا هاد الرؤساء واخا يبغيو يعاونوا العازفين ديالهم، وشحال قدو شحال قدو؟ راه كاين الجوق اللي فيه 14 الناس، راه 14 الناس كل واحد الله يحسن العون، هذاك الرئيس بنفسه راه تدمر. وهاد المخلفات وهذا الموضوع كنخليه للسي صفيره، لانه راه ان شاء الله غادي يكون مشكوره فاس نيوز والطاقم ديالها كامل والاخوان ديال الاداره كلهم مشكورين على التتبع ديال هذا الموضوع، واللي غادي ان شاء الله غادي يخرج السي صفيره بالاستجواب ديالو اللي ان شاء الله غادي يوضح اكثر من هذا، لانه هو قال بصفته رئيس ديال الجمعيه. ويؤسفني ان الاغنيه الشعبيه ما تكونش محميه من الوزاره الوصيه ومن المسؤولين، لان رقي اي مجتمع او اي امه في رقي فنها وعطاءتها. نعطيكم مثال بسيط وسمحوا لي الا طولت فيه، لانه ان امريكا اللاتينيه عامه سنين وهي كتصدر في اللاعبين العظامه كما كتعرفوا دائما العظامه، ولاني ما كانتش راقيه. علاش؟ حيت كتصيفط اللاعبين وناسيه الثقافه والفن ديالها، في حين بعض الدول منها راه بانت راقيه باش اغانيها وبالتراثها وبفولكلورها. وكاين ودول صغيره في افريقيا او في اوروبا او في اسيا بان الفن ديالها بخلى ثقافتها وتراثها يبان باش بالعنايه بالتراث ديالها. فاحنا كنتمناو وتعناو بالتراث، لان يؤسفنا ف
في عهد سيدنا الله ينصره يكون الفن ديالنا التراثي اللي غدا غادي يكون في من بعد واحد 50 سنه غادي يكون هو التراث. فللاسف ما عندناش الابداعات كاينه، حنا كنكتبوا كنلحنوا، انا مستعد في كل نهار نخرج لكم انا، وما كنقول انا راه كاين بحالي بزاف، غير خصنا حنا نوجهوا المبدعين لفين. دابا المبدع ولا كاين ملزم كما قلتي لي انت، علاش خليتي لا طوندونس ومشيتي وقبلتي لاخر؟ انا اللي بغيت نكتب لك في لا طوندونس يوميا نكتب لك 10، ولاني باش نكتب لك وحده نقيه خاصني شهر، خاصني سيمانه على الاقل باش نكتب لك حاجه اللي غتولي تراث. اما الا بغيتي نكتب لك على جميع المواضيع، علاش الطوموبيل ستاسيونات عوجه، راني مستعد. الا بغيتي نصوب لك على كل حاجه مستعد، انما خاصنا تراث اللي غدا كما حنا كنفتخروا بالتراث لما كتقول على شي غزالي ولا اشداني ولا كتقول القمر الاحمر ولا كتقول الشاطئ ولا كتقول مرسول الحب ولا يعني كنوليو لواحد التراث مغربي. والملحون كذلك لما كنرجعوا للملحون والاندلسي وكنرجعوا للمسرح ونشوفوا فيه الصوره الحضاريه ديال دولتنا. ف حتى المسرح مثلا فين هو مسرح الهوات اللي كان كيعطينا الابداعات؟ انا هادشي كله خصنا نرجعوا له، خصمو نظره كبيره وخص مهرجانات وتكون لجان اللي كتبع هادشي باش سايرنا وتصوب. والدعم يكون الدعم حتى الاغنيه الشعبيه، علاش الاغنيه الشعبيه ما كاينش الدعم؟ الناس قرين داو الدعم من وزاره الثقافه، الناس كتدي كل سنه دعم، والاغنيه الشعبيه شكون اللي يداي؟ انا كنتسائل وكنتمنى من الله اننا كنا نصلحوا ونمشيو لاخر، والمكتسبات ديالنا الحمد لله تزدهر، واذا ازدهرت المكتسبات راه غادي نعطيو العطاء ديالنا غادي يكون ان شاء الله. وكل حاجه في الحياه الا وعندها كنسميو كنقولوا ان كوتو ا دوبل ترونش، يعني ولا كتقول سيف دو حدين. فكل حاجه في الحياه اي حاجه، واش كتظنوا كورونا ما غنستنتج منه الحاجه المزيانه؟ واش كتظنوا ان كورونا جا غير بفيروس وانتهى الامر وقتلنا بعض الناس؟ لا، راه علمنا حاجات كثيره، راه تعلمنا منه، راه خلقنا منه، ربينا وليداتنا، جلسنا مع وليداتنا، فرحنا مع وليداتنا، عرفناهم شنو كيديروا في الوقت اللي كيكونوا جالسين غير بوحدتهم حنا ما كاينينش في الدار، يعني ربحنا. فكذلك مواقع التواصل الاجتماعي فهي جات بحقها بواحد الحضاره، يعني الحمد لله وليتي كتشوف ناس من عن بعد، كتتواصل مع ناس، كتعرف اصدقاء، كتكسب كل نهار يمكن لك تكسب الاصدقاء، يمكن كتوصل لك بعض الايديولوجيات كتصوب. غير هو هاد المواقع كيف نستغلوها حنا كيفاش نتعاملوا معاها؟ كيعطوك في كوزينه، كيعطوك الخضار والفواكه وكيحطوهم لك في كوزينه، كتدخل داك الكوزينه كيف انت بغيتي تسير لنا داك الكوزينه؟ شي كيدير لنا طياب بلدي، وشي كيطلق لنا طياب رومي، وشي كيدير شخلوطه ومغرجلوطه، وكيعطيك اللي كتب الله. يعني كل واحد كيفاش غيتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. الفيسبوك هو يعني ولا التويتر ولا لينكدون ولا اللي بغيتي اللي دخلتي له، كتلقى عندك واحد المجال فين تحط الابداعات ديالك، عندك فين تعرفك الناس وفين تعرف الناس. فانت كيفاش نسيروه؟ حنا انا نرجع لكم الى الانفورماتيك اون جينيرال ولا الانترنت اون جينيرال ولا المعلومات كامله. فعطانا الله واحد الوسيله باش نطوروا باش نعيشوا مزيان، خصنا نعرفوا نستغلوها. كل واحد فينا كيفاش بغى يستغلها. انا كنشوف المواقع الاجتماعيه راه شيء كبير بالنسبه لي انا، شيء كبير. ربما الحاجات اللي ما قدرتش نوصلهم لولا مثلا اليوتيوب والفيسبوك والتويتر وغيره، انا اغنيتي انا في عارك بقى في دارك ما كانتش تبان، لان صيفتها للقنوات المغربيه التلفزيه، هذاك اللي كيقيل يشهر لنا يقول لك صيفطوا لي ما كيجاوبنيش في نمرته هي عندي في تليفونه، ولا بغيتو نحطها نكذبوا بانه راك ما كتجاوبش الناس، راه ناس كثارين من صحابنا اللي ربما انت ما كيجاوبكش راه صيفطوا باسم اخر راه ما كتجاوبش، لان اذا غير سينما عليا. وشكون اللي كان المتنفس ديالي؟ هو مواقع التواصل الاجتماعي، يعني وصلوا لي الاغنيه تي لعند الجمهور، يعني وصلت في بعض اللايفات
اللي كنت كندير المباشر ديالي عبد اللطيف بناني في خلال هاد لاكور اللي حاولت نتواصل مع المحبين عبد اللطيف بناني. كنت كنوصل انا ما كيهمنيش نوصل ل 80000 و40 لا وصلت غير 5000 و6000 و10000 كافي يعني ان 10000 الناس يتبعوا عبد اللطيف بناني في كل مباشر ديالو كيشوفوا افكار طيبه اغاني مره مره جديده كنوصل اللي عندي وهذا هو المبتغى. وكنت نصحه بعد شي مرات وكاين اللي نفعني نصحني في شحال من سؤال او لا وكاين اللي نصحته وكاين اللي ساعدناه وكاين اللي الحمد لله كان العمل الاجتماعي غالب علينا هو ان كنحتفي على الخير من خلال الملتقى ديال بعض الناس. واحد محتاج عندي في الصفحه واحد عكافيه الله سبحانه وتعالى وتعاونه والخير دليل هو لما الحمد لله ناس كثيره الله يجازيهم بخير وقفت مع واحد السيده من مدينه تازه اللي ما جبرتش فين تسكن في مدينه فاس باش دير ديالي دير الراديو ثيرابي هنايا. فالحمد لله لقينا من خلال صفحه عبد اللطيف بناني وحنا رجعنا مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيسبوك عبد اللطيف بناني. جات الناس اللي وقفت مع واحد الانسانه والحمد لله دوزت شهر وكذلك جمعيات الله يجازيهم بخير هنا بعض الجمعيات اللي كنشكرهم وكنعتز بهم اللي عاونونا على داك السيده واللي الحمد لله دوزت شهر ديال العلاج وراحت لمدينه تازه في احسن ما يتمنى اي انسان في قلبه. الله يشافيها ويعافيها ويشافي كل المرضى. الله يرحم اللي ماتوا في كورونا. بهذا المنبر كنحيي الناس ديال فاس نيوز وكنهني سيدنا وكنفرحوا وكنبينوا الفرحه ديالنا بالشفاء ديال سيدنا الله ينصرو وكنهني الاسره العلويه كامله والشعب المغربي كامل قاطبه على عوده سيدنا لاننا شفناه في الحكومه والله اكبر فهذا شرف لينا ان الدعاء جاء في وقته. ثانيا كنهنيوه بالنجاح ديال ولي العهد سمو الامير الجليل مولاي الحسن في البكالوريا ديالو وعقبا ان شاء الله نشوفوه في الشهادات العليا كذلك ووليداتنا معاه ووليدات المسلمين. كندعيو لوليدات المسلمين كاملين للي دوزوا البكالوريا الله يهون عليهم واللي غادي يدوزوا الاولى باك ان شاء الله نتمنوا لهم لاخور وهذا يشرفني انني نكون جزء لا يتجزا من لاخور. وكذلك كنشكر كل الاطقم الصحيه النظافه الامن بكل اطيافه القوات المساعده العسكر الطب العسكري الابناك لان ربما بزاف الناس ما كيفكروش بان الابناك كان لهم دور كبير في كورونا اننا دوزنا كورونا بدون مشاكل بدون يعني الحمد لله حتى اللي كان محتاج الماديات جبر السيوله بسهوله. فالناس الابناك كنشكروهم حتى هما الناس ديال الحرس الخاص الامن الخاص كذلك الطاكسيات الفلاحه التجاره يعني كل الادارات. فانا كنحيي كل من ساهم ووقف معنا كمغاربه اننا الحمد لله كنا مثال يضرب في العالم كامل احسن مثال انكم المغاربه كنتوا احسن شعب تعامل مع كورونا بفضل الله والحنكة والرؤية السديدة ديال سيدنا الله ينصره وديال الحكمة ديالو وديال يعني الكل من له شأن ديالنا. فالحمد لله خرجنا سالم بأقل الأضرار. الله يدوم علينا ساعة الخير الله يفتح علينا الله يأخذ بيد الفقير والمسكين والبيطاليين وشان نقول لكم الفنانة الله يكون معنا ومعاهم. أغلى تحية من الفنان عبد اللطيف بناني وفاس نيوز.